شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول التوبة، ولكن قبل أن نتحدث عن حقيقة التوبة لا بد أن نشير إلى النقطة التي تقابل التوبة. هذا الأمر ساري في جميع الفضائل الأخلاقية، أن كل فضيلة من الفضائل الأخلاقية لها نقطة تقابلها، فضائل وأضداد. التوبة فضيلة من الفضائل الأخلاقية، فما هي النقطة التي تقابل حقيقة التوبة؟ علماء الأخلاق يشيرون إلى أن النقطة التي تقابل التوبة هي الإصرار. توضيح هذا الأمر أن الإنسان عندما يتورط في معصية الله، طبعاً هذا التورط يمثل نوعاً من أنواع الضعف الإنساني. الذنب دليل الضعف، دليل القصور، مثل المرض. الأجواء لفردين قد تكون واحدة، الطعام الذي يتناولانه واحد، الأجواء التي يعيشونها واحدة، ولكن واحد يتمرض واحد ما يتمرض،
ما هي العلة في ذلك؟ ما هو الفارق؟ الفارق ليس في الطعام، وليس في الشراب، وليس في الأجواء المحيطة. الفارق واحد عنده مناعة، واحد ما عنده مناعة. يعني الإشكال في الفرد، الإشكال في الفاعل، الإشكال في الإنسان. عندما يكون عنده قصور في المناعة يمرض. نفس هذه المعادلة تأتي في الذنب. الأجواء لا تختلف في كثير من الأحيان، شخصان يعيشان في جو واحد، في بيت واحد، من أب واحد وأم واحدة، لا يوجد هنالك فرق فيما بينهما في العوامل المحيطة. لكن واحد يعاني من الضعف فيتورط في المعصية، واحد لا يعاني من الضعف، عند مناعة تجاه الذنب، تجاه المعصية، فلا يتورط. على كل حال، الإنسان عندما يتورط في الذنب على أثر ضعفه، على أثر قلة مناعته، على أثر ضعف إيمانه، إيمانه ضعيف. إذا واحد إيمانه قوي ما يتورط في الذنب. هذا مو خاص بالأنبياء ولا أئمة، لا، حتى في المؤمنين العاديين أكو هناك مؤمنين عاديين ما يتورطون في الذنب. ثبت تاريخيا هذا المطلب. الإنسان عندما يتورط في الذنب، كلامنا في هذه النقطة، وقع في الذنب، ارتكب الذنب، تورط في مخالفة الله سبحانه وتعالى، هذا عند موقفه. الموقف الأول موقف الإصرار والاستمرار. مرة فعل المعصية يستمر على هذه المعصية، يفعلها اليوم ويفعلها غدا ويفعلها بعد غد، هذا موقف. الموقف الثاني موقف العودة، تورط، سقط، يعود، ينتزع نفسه من مخالب هذه المعصية. هذا الموقف يقال له التوبة، يعني العودة، وذاك الموقف يقال له الإصرار والاستمرار. إذن الموقف الذي يضاد موقف التوبة هو موقف الإصرار. الإنسان المذنب أحياناً يكون تائباً، عائداً، مستقيلاً، وأحياناً يكون مصراً، مستكبراً، مستمراً. في بداية الخليقة، أول الخلق، يعني أول هذا الخلق، كلامنا في هذا العالم مو كلامنا في العوالم اللي كانت قبل هذا العالم، تجلى بوضوح هذان الموقفان، موقف التوبة من جانب، وموقف الإصرار والاستمرار من جانب آخر. أبونا آدم صلوات الله وسلامه عليه عصى، والشيطان عصى، كلاهما طبعاً مع فرق بين المعصيتين، إحداهما كانت معصية مطلقة والثانية كانت معصية نسبية، هذا ذاكري في كتب العقائد
وإلا الأنبياء ما يعصون معصية مطلقة، الملائكة ما يعصون، لا يعصون الله ما أمرهم. إذا الملائكة ما يعصون، فكيف بالأنبياء وهم أعلى مقاما من الملائكة؟ المؤمن العادي مقام أعلى من الملائكة، فكيف بالأنبياء؟ الله تعالى يعبر عن هذين الموقفين بالنسبة إلى آدم، يقول: وعصى آدم ربه فغوى. هذا آدم أبونا. بالنسبة إلى إبليس، يقول: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا عصى وذاك أبى. آدم عصى والشيطان أبى. إذن كلاهما، هم آدم هم الشيطان، تورط في مخالفة الله سبحانه وتعالى. هذا تورط، ذاك تورط. ولكن آدم بعد ما وقع في هذا الذنب، بعد ما وقع في هذه المعصية، عاد، ما استمر، ما ألح، ما واصل، لا، عاد يخطأ يعود، عاد. وفي الآية الكريمة: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. احنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موقف العودة، موقف الرجوع، موقف الندم. في الأحاديث الشريفة أو في التواريخ أن آدم صلوات الله وسلامه عليه بعد ما صدر منه سجد لله 40 صباحا، كان في حال السجود. يمكن معنى 40 صباح في هذه الرواية يعني 40 يوم. 40 يوم أو 40 صباح كان ساجد لله سبحانه وتعالى ويبكي على أثر هذا الشيء اللي تورط فيه. 40 صباح يبكي ساجد لله سبحانه وتعالى، حتى أثرت الدموع في خده، صار أثر في خده في وجنته من هاي الدموع. وعاد إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وحج البيت 1000 مرة. آدم حج 1000 مرة. إن الحسنات يذهبن السيئات. 700 حجة و300 عمرة أبونا آدم ذهب إلى بيت الله. الله تاب عليه. الله تعالى يقول: فتاب عليه وهدى. تلك المعصية، بعدين هذا الاشتباه. وعصى آدم ربه فغوى، هاي نقطة السقوط، ولكن بالتوبة فتاب عليه وهدى. هذا آدم. أما الشيطان أيضا تورط، أبى ولكن استمر. آدم يخاطب الله سبحانه وتعالى، آدم وحواء، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موقف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، إحنا نكون من الخاسرين إذا ما تغفر لنا. ولكن الشيطان عانى ووقف أمام الله واستمر يخاطب الله سبحانه وتعالى. شوفوا موقف العناد، قال: فبما أغويتني. هذا موقف آدم، هذا موقف الشيطان.
آدم يقول قال ربنا ظلمنا أنفسنا، إحنا ظلمنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. موقف. أما الشيطان يقول لله تعالى قال فبما أغويتني، أنت أغويتني، أنت أضللتني. نشوفوا موقف العناد والاستكبار. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. مو فقط آني، كل البشر أوديهم وياي إلى جهنم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي آية أخرى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أنا كل البشر أولاد هذا آدم كلهم أوديهم وياي إلى جهنم. وإلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم، وإلى قبل هذا اليوم، وإلى بعد هذا اليوم استمر الشيطان لعنة الله عليه. هاي المشاكل اللي إحنا واقعين فيها لعل معظمها من هذا الشيطان، من هذا الموقف. حتى الله تعالى عرض عليه التوبة يوم من الأيام ما قبل بعد هذه الفتن والمشاكل وكذا، قال أنا أقبل توبتك إذا تبت ما قبل. فإذا في الواقع الإنسان إذا تورط يوم من الأيام يحاول أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بحث في واقع التوبة وواقع النقطة التي تقابل التوبة. الموضوع الثاني، إحدى الموانع الكبيرة التي تمنع الإنسان من التوبة، هذا المانع الذي يشار إليه في هذه الآية الكريمة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حالة القنوط، هاي حالة القنوط حالة متجذرة فينا نحن البشر في كل شيء، وهي من الحالات الخطيرة حقيقة اللي تحطم دنيا الإنسان وآخرة الإنسان. قنوط. الله تعالى في آية أخرى يقول لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. دائما يريد الخير، كل ما يعطى يريد أكثر. الله تعالى كما أعطانا من النعم كأنه لم يعطنا شيئا. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يعني طلب الخير، كله يريد الخير، الله كل ما يعطي يريد أكثر وما يشبع وما يقنع. وإذا شاهدنا في هذه القطعة وإن مسه الشر فيئوس قنوط، بعد ماكو أمل، ينهار. إذا والعياذ بالله يوم من الأيام واحد تمرض بمرض شديد، بعد انتهى، بعد أي أمل ماكو، يأوس يعني يأوس من الفرج، بعد ماكو، انتهى، هاي نهاية العالم، هذه نهايتي. فيأوس يعني من الفرج، قنوط يعني من رحمة الله. أكو الله، الله ذو رحمة واسعة، لا بعد ما يمكن، انتهى، بعد ماكو أمل.
إذا تورط في خسارة تجارية بعد كل شيء، كل الأبواب تغلق أمامه، بعد ماكو أمل، لا بعد انتهى. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، هاي طبيعة البشر. هذه الحالة أيضا تسري في قضية الآخرة أيضا. إذا الإنسان تورط في الذنب بعد يبتلى بالقنوط، يبتلى باليأس، هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يغفر لي؟ الله تعالى في هذه الآية يعالج هذه الحالة ويقول لنبيه صلى الله عليه وآله: قل، خطاب لطيف رقيق، مو قل للعصاة، قل للطغاة، قل للمذنبين، لا، خطاب رقيق فيه أجواء المحبة وأجواء الرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا يعني تجاوزوا الحدود، إذا واحد تجاوز الحد يقال أسرف. هذا الإسراف بضرر من؟ على أنفسهم. هذه المعاصي، هذه الموبقات، لمن الضر؟ الضر الإنسان نفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا، لا، واحد يكون عنده أمل برحمة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يعامل الإنسان بأمله، الأمل جدا مهم، وبالذات في لحظات الموت واحد يجب أن تكون عنده هذه الحالة، حالة الأمل بالله تعالى. لا تقنطوا من رحمة الله. الله تعالى يقول في آية أخرى: وذلكم، دققوا في الآية، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الظن السيء بالله يرد الإنسان، يسقط الإنسان. الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى ينقذ الإنسان. لا تقنطوا من رحمة الله. وهنالك نقطة في الآية الكريمة في هذه القطعة وفي القطعة التالية: إن الله يغفر الذنوب جميعا. الإخوة المتوجهين إلى الجوانب الأدبية، المفروض الآية هالشكل تكون: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي. لأن المتكلم ده يتكلم: يا عبادي لا تقنطوا من رحمتي، إني أغفر الذنوب جميعا. المفروض الأول الآية هكذا تكون خطاب وتكلم، ولكن علماء الأدب يسمون هذا عدول من التكلم إلى الغيبة، هذا يقال له في البلاغة الالتفات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله
يغفر الذنوب جميعا. في أسماء الله الحسنى، التفتوا إلى هذه النقطة، يقولون الله سبحانه وتعالى له أسماء 100 اسم، أو في دعاء الجوشن تقرؤون 1000 اسم وصفة لله سبحانه وتعالى. كل صفة من هذه الصفات تعبر عن بعد من أبعاد الله. الرحيم يعبر عن ماذا؟ يعبر عن الرحمة. الخالق يعبر عن شنو؟ عن بعد الخلق. العليم يعبر عن أي بعد؟ العلم. فكل اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله تعبر عن بعد. ولكن الاسم الذي يعبر عن جميع صفات الكمال في الله سبحانه وتعالى هو لفظة الله. هذه أعظم أسماء الله، لأنها تحتوي على جميع صفات الله. الله يعني الرحمن، الله يعني الرحيم، الله يعني الغافر، الله يعني الصابر، الله يعني الرزاق، الله يعني الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال. الله في هذه الآية سبحانه وتعالى يشير إلى أنه من طرفكم، من هو طرفكم؟ أيها المذنبون، أيها الخاطئون، أيها الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، من طرفكم؟ لا تقنطوا من رحمة الله. طرفكم الله سبحانه وتعالى، الذي هو منبع كل خير وكل رحمة. إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله، ذلك الشاب الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يبكي بكاء الثكلى، يعني امرأة اللي ميت ولدها شلون تبشي؟ مو كلامي في كل القضية، في جانب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا هذا، إن الله يغفر لك وإن كانت ذنوبك مثل الجبال الرواسي. جبال، إذا واحد عنده من الذنوب بقدر الجبال، جبل كم مليون طن هذه الجبال، إذا واحد ذنوبه بقدر هذه الجبال الله يغفر. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إن ذنوبي أعظم من الجبال الرواسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي القضية مذكورة في بحار الأنوار، قال: يا رسول الله، إن ذنوبي أعظم من الجبال الرواسي، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يغفر لك وإن كانت ذنوبك بقدر الأراضين السبع ورمالها وبحارها وأشجارها وما عليها من الخلق.
إذا واحد ذنوبه هذا المقدار كان بقدر الأراضي، بقدر الرمال، بقدر البحار، بقدر الأشجار، بقدر الخلائق كافة، الله يغفر له. فقال يا رسول الله إن ذنوبي أعظم من الأراضين ومن الرمال ومن البحار ومن الأشجار ومن الخلق أعظم. قال النبي صلى الله عليه وآله إن الله يغفر لك ولو كانت ذنوبك بقدر السماوات. العلم الآن عاجز عن إدراك حدود السماوات ونجومها والعرش، لاحظوا التأكيد، والكرسي. قال الشاب يا رسول الله إن ذنبي أعظم من السماوات ونجومها والعرش والكرسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له يا هذا، كهيئة الغضبان، قال له يا هذا، أذنبك أعظم أم الله؟ الله أعظم أو ذنبك؟ فخر الشاب لوجهه وقال سبحان ربي، ما شيء أعظم من ربي، ربي أعظم من ذنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وهل يرجى للذنب العظيم إلا الرب العظيم؟ الذنب العظيم، الرب العظيم هو الذي يرجى له. فلا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنالك نقطة أخيرة نشير إليها ونختم بها الموضوع، وهي أنه هذه المغفرة مشروطة بالتدارك. الله يغفر، يغفر الذنوب جميعا. وحشي القاتل المشرك هو بعث للنبي صلى الله عليه وآله أنا أريد أؤمن، ولكن أنت قلت الذي يشرك، الذي يقتل، الذي يفعل كذا وكذا يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. كيف نسلم مع هذه الذنب؟ ووحشي قتل حمزة، مو قتال، غدر، راجع التواريخ، قتله غدرا، يعني مو قتال قرن لقرن، بطل لبطل، لا، غدر به غدر. النبي هو تأثر لمقتل حمزة صلوات الله وسلامه عليه. وحتى بعد سنوات طويلة عندما جاءه وحشي قال له قل لي كيف قتلت حمزة، فقال له كيف قتلته، فأخذ النبي يبكي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله في قضية مفصلة تلا عليه هذه الآية إن الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يعني مو فقط مغفرة، فوق المغفرة رحمة أيضا. مثل واحد مذنب في حقكم، متكلم ضدكم، ماكل أموالكم، دمر حياتكم، يجي يستغفر، مو فقط تغفروا له، تكرمون أيضا فوق المغفرة، إنه هو الغفور الرحيم. هاي المغفرة مشروطة بالتدارك. واحد يدار، إذا واحد عليه قضاء يقضي،
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال للنبي إن علي فوائد. قال اقضي مع كل صلاة صلاة، ما في، صلي الظهر صلي ظهر قضاء، صلي عصر صلي عصر قضاء إلى أن تنتهي. إذا واحد في ذمة حقوق الناس يتخلص، إذا واحد ماكل أموال الآخرين، زوجة ماكل أموال زوجها، الرجل عليه الدين لزوجته ما مأدي هذا الدين، إذا مهر في ذمة الرجل وعند القدرة والمطالبة وطالبت وهو قادر لازم يأدي. إذا أكو حقوق، إذا واحد ضارب أطفاله في ذمة الدية يؤدي هذه الحقوق. غالبا ما تكون القضية قضية هينة، وأحيانا التدارك يحتاج إلى حركة عنيفة، واحد يجب أن يقتحم، يجب أن يتخلص، يجب أن يصمم. قرأت في أحوال أحد الدهاقين، الآن ما أذكر اسمه، يقول أنه هذا كان دهقان ملاك. طبعا نحن نقول هذه الألفاظ الشكل نمر عليها، ولكن في الواقع تعبر عن بطولة هائلة، مثل ما نقرأ قضية الحر مثلا، نقول حر إجا وتشهد واستشهد وتا، حقيقة موقف جدا موقف مشكل. والدليل على ذلك أنه في التاريخ كل ما وجدنا موقف مثل موقف الحر نحن ما وجدنا، تاريخ كل من آدم إلى هذا اليوم قائد في موقع الحر مع هذه الخصوصيات، إحنا لم نجد في التاريخ كل موقف مثل موقف. ولذلك حقه كان يرجف، قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار، يعني أحيانا يحتاج إلى حركة عنيفة. التدار واحد يجب أن يتحمل أن يقوم بذلك، فألفاظ نقولها إحنا، ولكن في الواقع تحتاج إلى همة وتحتاج إلى عزيمة وإلى إرادة. هذا دهقان يعني مالك لقرية أرض كبيرة يقال له الدهقان، إقطاعي يمكن يقال له بالعربية لعله اللفظ المرادف. هذا الإقطاعي الكبير ما يبالي بالحلال بالحرام بما أكل من أموال الناس، هاي مو قضية هذا الدهقان، لا، إحنا كل يوم في المحل عندما واحد يكذب على المشتري في دينار هذا حرام، عندما يخدع المشتري هو هذا حرام. قضية التجارة، ليش إن أول من يدخل في السوق هو الشيطان وآخر من يخرج من السوق هو الشيطان على ما أتذكر في الروايات، يجي يقشمر المؤمنين وغير المؤمنين. فهذا ما كان يبالي بالأموال التي يأخذها بالغصب بالحرام بالخدعة. في يوم من الأيام أدركته رحمة الله، هذه رحمة أنه واحد في يوم من الأيام يفكر في العودة إلى الله، هاي رحمة. عندما هذه الرحمة تجي على قلب الإنسان لازم يتمسك بهذه الرحمة. الله أحيانا يوقظ الإنسان، يحرك الإنسان، لازم واحد يتحرك، لا يغفل، لا يخلي يروح، لا، يقف. والذين اهتدوا زادهم هدى. على كل حال في يوم من الأيام عاد إلى نفسه أنه شنو هذه الأموال، كيف أجيب الله سبحانه وتعالى بها، إذا وضعت في قبري فما هو جوابي للملكين، هاي الأموال منين ماخذ؟ الله يمكن يغفر حقوقه لكن حقوق الناس لا يغفرها.
وأخذ يعاني ويفكر ويفكر، وفي يوم من الأيام اتخذ قرار أن يتخلى عن جميع هذه الأموال، كل هذه الأموال. قرار جدا مشكل وجدا صعب. واحد اللي عايش في وضع تجاري معين ما يتمكن يعيش في وضع آخر. هذا الوضع التجاري يصير جزء من روحه، جزء من كيانه، شلون يتخلى عنه كله؟ مو ممكن. ولكن بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله، ليش ممكن؟ فترك جميع أمواله وترك جميع أملاكه وترك جميع أراضيه وإجى إلى فلاح، فلاح عند قطعة أرض، قال له أنا من اليوم أريد أشتغل عامل عندك، تقبلني أو لا مقابل أجر مقدار من المال، قوت لا يموت، تقبل أو ما تقبل. هذا الفلاح ذهل، يعني ما اعتبر الأمر جدا. بعدين لا، شاف القضية جدية، فقبله عاملا عنده مقابل أجر بسيط هذا الرجل. وكاتبين في أحوال هذا الدهقان الإقطاعي أنه فلان واحد من كبار العلماء، الآن مو في بالي لأن قبل مدة قرأت القضية، هذا كان من ذريته، من ذرية هذا الإقطاعي، الله أعطاه واحد من كبار العلماء من ذريته، والأهم من ذلك أنه ربح آخرته. هسه كان يسوي هذا العمل لو ما كان يسوي، بالنتيجة مات ووفد على ربه، ولكن بهذا الموقف ربح آخرته. الله تعالى يغفر ولكن بشرط التدارك. الإنسان ما دام يتمكن يحاول أن يتدارك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق هدي